مساء الخير يا دكتورة. بقالي 3 ساعات منتظر، ينفع كده؟ دي كل الحكاية يا دكتورة، وأنا لأني راجل بفهم في الأصول قلت أخلي الموضوع كله بين إيديكي. وهي الأصول إن أنتوا تقفوا قدام بيوت الناس تعملوا لهم كمين في نصاص الليالي؟ حاشا لله يا دكتورة، كمين إيه كفالة الشر؟ أنا قلت نتقابل في مكان أمان عشان نتكلم فيه براحتنا. أنت شايفة إن الموضوع حساس إزاي؟ كمان هنجيب سيرة ناس أموات نترحم عليهم. وأنا استنيتك قدام الباب لحد ما جيتي وأذنتيلي بالدخول. يبقى الغلط فين؟ حصل خير. خلينا في المهم. أنا بقول كده برضه. إيه رأيك في اللي سمعتيه؟ رأيي في إيه يا حسن بيه؟ حدوتة قبل النوم اللي حكاها لك إسماعيل وابنه؟ تقصد إيه يا دكتورة؟ يا حسان بيه دول ناس شمال، الواد ده صايع وشمام وقتل قتلة وأبوه بيداري عليه. تفتكر هيصعب على الاتنين دول إن هم يألفوا حكاية زي دي عشان ياخدوا البضاعة ويوقعونا في بعض ويخلعوا هما؟ انتوا هتحدفوني البعض ولا ايه؟ لا مفيش انتوا، انا واهلي ما ينفعش اسمنا يتحط في جمله مفيده جنب الاشكال دي. بص يا حسان بيه، احنا لا اتفقنا معاك على بضاعه ولا خدنا منك فلوس ولا لينا دعوه بالموضوع ده اصلا. هما بقى عايزين يعملوا فيها صيع عشان يهربوا من دينهم ليك وطارهم عندنا فيوقعونا في بعض، يبقى هما ما يعرفوش هما بيتعاملوا معانا. أنا كنت حابب إن احنا نتفق مع بعض، بس واضح أنت اللي مش عايزك. وعلى فكرة أنا مش راجل أهبل عشان أسمع كلمتين من إسماعيل وابنه وأجيلك بيهم.